بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، النهاردة هنكمل الفصل الرابع في كتاب اللي هو التشخيص بتاع جيمس موريسون، هو مبادئ وآليات للعاملين في الصحة النفسية، كل العاملين في الصحة النفسية زي ما الكتاب بيقول Principles and Techniques، يعني مبادئ وآليات For Mental Health Clinicians، يعني العياديين العاملين في الصحة النفسية، سواء كنت طبيب، ممرض، Social Worker، Psychologist، عشان الناس اللي بتسمعنا أونلاين. المرة فات دخلنا في أهم فصل وأصعب فصل في الكتاب اللي هو الفصل الرابع، اللي هو تقريبا في تلت القواعد اللي بيحطها الكتاب شرحتهم الدكتورة منا، وهتكمل معانا النهاردة الدكتورة سارة، اللي زي ما قلت لكم قبل كده الكتاب ده بيقدمه السينيور سايكاتريك ريزيدنت هنا في العباسية اللي هم R4 في الزمالة المصرية، فكلهم ليهم خبرة وكلهم شافوا الكلام ده، وده يهمكم ان الموضوع زي ما هنقول النهاردة ليه علاقة بالبراكتس، ملوش علاقة بالحس والجس والكلام ده، لان في كتير من الكبار لما تقعدوا معاه يبتدي يعقدك، يقول لك لا اصلا انا حاسس كده، انا شايف كده، وما يعرفش يديك اي حاجه اوبجكتيف تمشي عليها. لا، الموضوع عايز براكتس، ولو انت مش بتبراكتس في مستشفى او في مكان كبير عمرك ما هتتعلم الحاجات دي، عشان ما تبديش ايه تخدع نفسك اللي انت هتقعد تقرا اونلاين ولا هتحضر كورسات صغيره ولا مش عارف ايه. لازم تكون انت اتاتش نفسك لمكان كبير في فتره من حياتك عشان تتعلم، وبعد كده بقى روح اختفي، يعني اشتغل في اي حته، عشان بس احنا دايما بنلاحظ الاسئله اللي في على الجروب بتاعنا اونلاين، اللي هو انا في مكان ما فيهوش تعليم وعايز اتعلم ومش عارف ايه وبتاع، وبتدي صعب عليك نفسك، ما اشتغلش الشغلانه دي، اشتغل حاجه تانية. يعني انا راجل من اسكندريه، جيت قعدت هنا في السكن 6 سنين، قعدت 6 سنين، وقبل ما اعمل الجروب دوت كنت خدت الماجستير والزماله المصريه والزماله العربيه، كنت سافرت امريكا خدت زماله في الاي سي تي قبل ما افتح الجروب ده. فالجروب ده اتفتح بعد ما الواحد خد خبره، وبعد ما فهمنا ننقل الخبره دي ازاي للناس. فانت لازم في مرحله من حياتك في اي مهنه بتخش في شيء بيسموه انترنشيب، يعني اللي انت حتى لو ميكانيكي بتاع تخش مع واحد تلزق معاه كده فتره تتعلم، وبعد كده روح اختفي بقى في اي حته، روح بقى في عياده صغيره في مستوصف في محافظه نائيه. فمش كل مكان مؤهل للتعليم ونقل الخبره، اماكن معينه بس هي اللي فيها تعليم ونقل الخبره، وده اللي احنا برضك عايزين نقوله دايما. دكتوره ساره هتكمل معاكم الفصل الرابع، اتفضلي دكتوره ساره. الشابتر ده بعنوان بوتنج توجذر، ودكتوره منى شرحته المره اللي فاتت. انا سريعا بس اعيد على البرنسبلز بتاعتها عشان يعني تبقى حاضره في ذهننا طول الوقت. منى كلمتكم المره اللي فاتت عن 6 دايجنوستيك برنسبلز، مبادئ تشخيص عظيمه جدا بنحتاجها لما نحس ان في كونفليكت في الانفورميشنز بتاعتها. يعني لو الدنيا سهله ممكن ما نحتاجش استدعاء البرنسبلز دي كلها، لكن بنحتاجها لما نحس ان في انفورميشنز كتيره وبينها نوع من انواع الكونفيوجن. البرنسبلز دي سريعا، اول واحد ان الهيستوري بيتس كارنت ابييرنس، يعني الهيستوري مهم جدا. تاني حاجه ان الريسنت هيستوري بيتس انشنت هيستوري. ثالث حاجه ان الكولاترال هيستوري سام تايمز بيتس ذا بيشنتس اون. بعد كده ان الساينز بيتس سيمتومز. بعد كده ان احنا نبقى وير اوف كرايسيس جنريتد داتا. واري يعني معناها خليك حذر او حريص، هي كلمه يعني انجليزي مش مشهوره شويه، واري هي بس يمكن مكتوبه هنا ويري. خلينا نصلحها للناس برده عشان الناس معانا اونلاين، احنا نقدر نصحح هنا حاجه. هي واري لا، هي واري دي كلمه تانية، واري يعني حذر او كوشس او حريص، هي كلمه تانية يعني معناها حذر، اللي انت فيه خطوره في حاجه، في خطر هيحصل، فانت واري. واري يعني معناها اللي انت عندك نوع من التوجس يعني. تمام. بعد كده ان الاوبجكتيف فايندينجز ليد سبجكتيف جادجمنتس، نحن لا نعتمد على حدسنا يعني. اللي بعد كده كونسيدر فاميلي هيستوري، ده شيء مهم معانا. رقم 8 سمبليفاي ويز اوكامز رازر. 9 بريفير ذا موست كومن دايجنوستس، نصل اوكام اللي هو برينسيبلز اوف بارسيموني او برينسيبلز اوف اللي هو مبدا الاقتصاد، يعني اللي هو من الاخر وفر دماغك وبلاش فرق، يعني دماغك لما تقعد تفرق كتير هتضل الطريق، لازم توفر دماغك في تفسير واحد. طيب بعد ما بدات دي بقى بتكلم عن عنوان كده هاو تو ايفالويت يور داتا فور ا ديفرنشال دايجنوستس، هو بيقول ان استدعاء كل البرينسيبلز دي في الديلي لايف براكتس ممكن تبقى عمليه صعبه جدا. وده طبعا احنا بنشوفه صعب ان الواحد يعني يمشي باستدعاء كل هذه البرنسبلز، لكن طبعا
كل ما حاولنا ندرب نفسنا على الامر ده كل ما ده ساعدنا ان احنا نوصل لل working diagnosis اللي هي الكلمة اللي احنا في الكتاب كله دي اللي تهمنا working diagnosis. مهمة كلمة تدرب نفسك يبقى الموضوع عشان تتدرب زي لو قلنا انت ما بتعرفش تعمل تمرين معين، ما بتعرفش تعمل مهارة معينة، ما بتعرفش تلعب في الجيم، ما بتعرفش تعوم، ما بتعرفش تسوق. لو قعدت تقرأ 1000 كتاب في السواقة مش هتعرف تسوق، لازم تنزل مع واحد بيعرف يسوق وتركب معه عربية مرة واثنين وتلاتة وعشرة لغاية بتعلم. نفس الشيء انت ما بتعرفش تشخص ولازم تبقى فاهم كده، ولو قريت 1000 كتاب زي ده مش هتعرف تشخص. تروح تقعد مع حد كبير بيعرف ازاي شخص يعلمك، تقعد معاه في مستشفى، تقعد معاه في مكان كبير سنة سنتين لغاية ما تفهم الكلام ده بيتعمل ازاي وبعد كده تنفذه. ففكرة التدريب هي فكرة محورية في اكتساب المهارة، لان طبعا طالع جيل كله عايز يعمل كل حاجة اونلاين، واول سؤال بنساله لما نحط اي حاجه عن مش متسجل وحتى لو متسجل مش هتستفيد منه حاجه، انت لازم تقعد في مكان تشوف الكلام ده بيتطبق ازاي والناس بتشتغل بيه ازاي. تمام، اتفضل. هو بيقول ان هو في من خلال البراكتس بتاعه ما قابلش حاله تستدعي ان هو يفعل كل البرنسبلز دي كلها، لكن بدينا مثال يعني نتدرب عليه بقى ونفعل البرنسبلز دي. بيحكي عن بنت اسمها ادنا جات له بتقول انها مخطوبه من اسبوع، والجوست بتشتكي او الكومبلين او المين كومبلين بتاعتها انكزايتي، ان هي خايفه ان تضيع عليها المنحه الدراسيه الحاليه، وبتساله ان هي تاخد دواء بنزودايزبين عشان تهدي الانكزايتي بتاعتها. فهو المعالج او الكلينيشن قال لها طب يعني بالراحه نفهم القصه يعني. فالقصه بقى هي كانت طفله لطيفه نوعا ما. طبعا هنا في ناس كتير قبل ما يفهم القصه ولا حاجه يكتب لها سيبرالكس ويمشيها، مش فاضي اصلا للكلام ده. هي واحده تعبانه تاخد سيبرالكس وتمشي خلاص اللي بعده، انت لسه هتقري ونفهم وقصه وحوار يعني واضحه سبوت دايجنوز. وطبعا لو شكلها مش عاجبه هتبقى ايه؟ بوردر لاين. طبعا معروف اي بنت تدخل عياده شكلها غلط تبقى بوردر لاين، يعني هتكون ايه غير كده. تمام، احنا نحكي شويه تفاصيل بس يمكن دي مهمه بعد كده، فارجو ان انتم ما تزهقوش يعني. طيب، هي البنت دي كانت طفله جميله، اتولدت لابين يقول انها كانت مولوده يعني ممتلئه بعض الشيء يعني. اتولدت لابين عندهم 40 سنه، مامتها كانت بتشتغل وكمان كان عندها تشخيص او سي دي، فده خلى الوقت اللي مامتها تقضي معاها قليل. باباها كان اغلب الوقت في سفر، والوقت اللي كان بيبقى فيه في البيت كان بيبقى جوين الالكوهوليك انونيمس عشان يعني كيب ان هو يكون بعيد عن السبستانت يعني. مجموعات اللي هي مجموعات المدمنين المجهولين يعني، اللي هم بيقعدوا في اجتماعات وريكفري، واكيد انتوا عارفين الكلام ده. معناه ان والدها وصل لمرحله من الادمان وبيطلب العلاج وبيسمع، يعني معناها في تاريخ، في تاريخ عائلي الايه للسبستانس يوز. تمام، فبالتالي البنت كانت متروكه لل يعني الهاوس كيبرز هم اللي يربوها، وهم ما كانش عندهم ادنى فكره عن التربيه. فبالتالي البنت كانت طول الوقت متروكه للاجهزه الالكترونيه والتلفزيون، وهم دول كانوا اصدقائها. الامر ما اختلفش بعد ما نضجت، برضو فضلت طفله خجوله جدا جدا. وهو هنا بيستشهد بمثال كده يدل على ان هي كانت اوت اوف هير كالتشر، يعني ما كانتش مثلا بتواعد الولاد زي ما بيحصل مع كل البنات اللي في السن ده هناك يعني. كبرت وخلاص وصلت للسنه الاخيره. طبعا هنا مهم النقطه دي اللي هو موازنه السلوك مع الكالتشر، لان هو فعلا في الدول دي البنت اول ما يعني تظهر وتتكون ده السلوك المقبول ليها، ده السلوك المقبول اللي هي تبتدي تتعرف على اولاده وتبتدي تروح معاهم عشان تبني حياتها وتبني اسرتها. ده مش اللي هي واحده وحشه ولا واحده قليله الادب ولا مش متربيه، لا، بل بالعكس اللي ما بتعملش كده بتبتدي تبص لها بصه تانية. اللي انت ليه مش قادره تقعدي مع حد او تخرجي مع حد؟ هي الثقافه كده. فانت لازم تبقى فاهم برضك طبيعه ده هناك او لو طبيعه ده هنا، عشان العكس برضك لو هي واحده بقى بتعرف ناس كتير او فكل ثقافه ليها النورم بتاعها. هو صفه الناتشرالي شوي يعني خجول على غير الطبيعه. طيب، وصلت للسنه الاخيره في البكالوريوس، وهي كانت عايزه تجيب امتياز في العلوم السياسيه، في اقتصاد العلوم السياسيه. قابلت شاب واضح ان هو كان معجب بيها، ويعني طلب منها ان هم يرتبطوا ببعض. هي كانت شخص مهمل قوي في نفسها وما عندهاش توقع ان حد يعجب بيها او انها تدخل في علاقه،
ففي روم ميت ليها يعني صديقة ليها هي حاولت تساعدها انها تهتم بشكلها ومظهرها والكلام ده كله, وفعلا وافقت على ان هي تتخطب للولد, وبتقول ان ده كان اسعد يوم في حياتها واخر يوم سعيد في حياتها. وبعدها بدات تحس باعراض الانكزايتي, هي بتوصفها تاكيكارديا بالبيتيشن فيزيكال سيمتومز بتوصفها للدكتور, وانها يعني عندها اوفر ثينكينج ان يا ترى بابا وماما هيقيموا خطيب ازاي, طب انا اصلا هل انا مستعده لخطوه الجواز, انا عندي مسؤوليه, طب انا هراعي اطفال وهكذا. وبناء عليه جات للدكتور. طيب ده بالهيستوري. بالانترفيو بقى هو الدكتور شايف ان هي كانت يعني واضح انها كانت تعبير وشها مريحه, ومع ذلك عيطت مرتين في الانترفيو. غير كده بتتكلم بشكل منطقي جدا, يبدو ان في يعني اسباب منطقيه لضيقها او حزنها. كمان هي طلبت من الدكتور ان صاحبتها الرومي دي تتكلم معاه, فصاحبتها قالت له ان هي بتبقى طبيعيه كويسه جدا طول الوقت, لكن وانس ان هي هتكلم خطيبها او هتخرج معاه الانكزايتي بتبدا. طيب هو دي القصه. تعالوا بقى على اور اناليسز ديبريشن. هتاخد سيبراليكس؟ يلا تمام. او بس في تفصيله, اتفضل. هاي سكول الولد حاول نفسك سماعه ويا نعم الولد اللي انت بتقولي عليه اول دي حاول يهاف سكس معاها بالفعل وهي اوكي ده حصل فعلا. ما هو يعني انا اختصرت بانها بري شوي بس تمام. حابه اشرحها لك يعني. هو ده سلوك طبيعي برضك اللي هو حاول يقرب منها يعني. ده هناك اكسبتد, ده حاجه اكسبتد بالظبط. تمام طيب تفسيرنا بقى دي كده كل المعلومات اللي عندنا. هو الكاتب هيمشي بقى في السيناريو اللي احنا عارفينه او في الهيراركي اللي احنا عارفينه. لو فاكرين المره اللي قبل اللي فاتت لما احنا اتكلمنا سوا, ايه اول حاجه انا هحطها في حاجه زي دي؟ ريفرنشال دايجنوزس. نعم صحيح بالظبط كده, مش عشان هو الموست كومن بس عشان هو الاخطر, وان عشان هو ده لو اتعالج خلاص الدنيا كلها هتتفك. فهو اول حاجه افكر فيها ان انا لابد ان انا استبعد الحاجتين دول, الميديكال ديس اوردر والسبستان, خصوصا ان هي سالته على البنزو, هي جايه تحديدا عايزه الفاليوم, هي بتقوله له كده بالاسم. فهو طبعا في تاريخ عائلي للاستخدام, فبتخيل دي لو دي خدت الزانكس يحصل فيها ايه بالظبط. طيب تاني حاجه هي المين كومبلين بتاعها الانكزايتي, فخلاص why not ممكن نحط الانكزايتي سبيكترم كله بقى, الجنرالايز انكزايتي بانيك وما الى ذلك, حتى لو مفيش فاست هيستوري بس حتى البريف كارنت هيستوري دلوقتي لا بيعطي قوه الانكزايتي. طيب تالت حاجه عندنا فاميلي هيستوري, وده بقى يعني بيورينا نفسه جدا. الام عندها او سي دي متشخصه بكده, واحنا عارفين نسبه الجينيتك بريزبوزيشن او نسبه الوراثه في الامور دي قد ايه, ومش بس الجينيتك كوزز بتخلي فيه انوان انزايتي ديس اوردر, لا ده ديس اوردر. يعني لمجرد ان الام عندها او سي دي ممكن البنت دي يكون عندها مالتيبل انزايتي ديس اوردر. والاب الكحوليك كمان, ومعروف الالكوليزم جيناتك برضك مدروس عليه جيناتكس. الابات بتشرب الكحول الولاد بعد كده يطلع بيبقوا عايزين سبستنس. طيب يعني برضو يبقى لازم برضه ممكن يبقى فيه اصلا سبب انكزايتي. صحيح دايما بص لورا الادكشن حاجتين اساسيين انت بتدور عليهم علميا, يا انكزايتي يا بين. انكزايتي ايا كان شكله يعني نيوروزز, يا اما بين, والبين ده ممكن يكون سوماتيك وممكن يكون سايكولوجيكال نتيجه تروما قديمه مثلا زي البي تي اس دي او كده, او سوماتيك انا سواء نقل وبسوق 20 ساعه وظهري بيوجعني ورقبتي بتوجعني. فدايما كل المدمنين دور على الحاجتين دول, انكزايتي او بين. تمام طيب رابع حاجه الكاتب هيفكر فيها ان ايه ممكن استبعده او رول اوت ات من الانكزايتي سبيكترم. انا عندي انكزايتي سبيكترم واسع قوي, خلونا نلم الدنيا شويه اكتر. فهو بيقول ان من الهيستوري ما جابوش سيره اجورافوبيا, ما جابوش سيره فوبيا, فغالبا هو بيستبعد. بعدين بيفكر ان ممكن الامر يكون بي تي اس دي, واي نوت ممكن يكون عندها تروما قديمه فتدخل معانا. وطبعا دايما الدكتور الشاطر مش من اول جلسه ولا تاني جلسه حتى ولا المعالج الشاطر يدور على التروما, لان انت لو نكشت فيها في الاول ممكن عم يجيش تاني, ودايما التروما تبقى فيري بينفول, لان في واحده زي دي كلنا مثلا هنشك ان حصل لها ابيوز او تعدي او نيجلكت او اياك. وانا بحذركم سواء كنتوا معالجين او اطباء اياك تفتح ده في اول جلسه, اياك, لان هو لسه جاي وانت بتبني معاه رابور وتروح فاتح التروما مش هيجي تاني, ممكن يطلع من عندك أسوأ مما دخل. طيب خامس حاجة هو فكر فيها في الهيراركي اللي في دماغه,
ان التشايلد هود هيستوري بيقول ان البنت دي كانت شاي وايزوليتد وعايشه بس مع الاجهزه. ايه ده، هل ممكن تكون البنت دي افويدنت بيرسونالتي ديس اوردر؟ ممكن، بس ثواني بقى. وهنا يعني ذكر كده ان يا جماعه البيرسونالتي ده ناجلها شويه، مش مشكله هي تبقى معانا بس على الاقل ناجلها شويه. هو كده بيفكر بنفس الطريقه اللي كلكم بتكرروا فيها في المرورات، اللي انتوا قاعدين في اي مرور في مصر او زي هنا، حتى لما كنت بعمل المرور اللي هو كل اللي عنده تشخيص يرميه، كل اللي عنده كلمه يقولها، لكن احنا مش هنشتغل كده. تمام تمام اتفضل يا خالد. هو البيرسونالتي مش ما تتعارضش مع حاجه ثانيه، ممكن يبقى مثلا اكزايتد صحيح، بس هي الفكره اللي زي ما هو قال في اول الفصل وزي ما قالت ساره، مين الوركينج دايجنوز بتاعك؟ هتشتغل على ايه دلوقتي؟ فممكن البيرسوناليتي حتى لو وركينج دايجنوز، بس وركينج دايجنوز متاخر شويه. لكن انت مثلا في الحاجات اللي قالتها ساره دلوقتي، لو هو ديبريسيف ديس اوردر او جي اي دي، محتاج تشتغل عليها دلوقتي. زي بالظبط لو انا جايب لك واحد مثلا في القسم عندك بياخد استروكس، ماشي، وانت في عقيدتك في الطب الادمان اللي هو دخل الاستروكس ده بسبب السجاير، بسبب اللي هو بيدخن سجاير في سن صغير، هل الاولويه عندك دلوقتي اللي انت تعمله توباكو سنسيشن؟ لا، انت خش في استروكس وخش ويمشي في الريكفري بتاعه ويمشي، وقدام شويه لازم تتكلم معاه في موضوع التدخين كخدمه صحيه، وكخدمه صحيه في العالم لازم تخش في مرحله التوباكو سنسيشن، لان ده التريجر اللي دخله في كل دول. تمام نعم، سيسيشن، انا اسف تاكل مغلط، ايقاف الاقلاع عن التدخين. تمام، فاذا البيرسوناليتي هي دايجنوزس، لكن هي تاتي في الاولويه الثالثه الرابعه العاشره، لان دي حاجه كرونيك وعلاجها اصلا احنا كلنا عارفين، يعني خصوصا لو معاها ميجر منتال ديس اوردر زي ما دكتور احمد بيقول حاجه زي واللي زيك. انا صراحه يعني انا ما زلت بستغرب ودايما بقول لكم كده، ما حدش ابدا في مرور ينطق كلمه بوردر لايف ساينس ولا اي، ما ينفعش اصلا، لان الحالات تقدم في المرورات دي حالات ميجور، حالات دخلت مستشفى، حالات اكيوت. بيرسوناليتي اوردر ايه اللي جاب العين المستشفى؟ العين جاي في مشكله اكبر من كده، هو اصلا بيرسوناليتي اوردر عمره ما هيجي المستشفى، هيبقى في عياده، هيبقى في الشارع، هيبقى في شركه، هيبقى في اي حته بيرازي في الناس. لكن بيرسوناليتي طالما جالك انت هنا في ميجور منتال إلنس، في مشكله، هي دي اللي تدور عليها. وبيقول ان هو برضو غالبا كبرنسبل عنده ان هو دايما بيرول اوت او بيستبعد سوماتايزيشن ديس اوردر في اليونج ايج، يعني برضو مش عاوز يكون ده سوماتايزيشن ديس اوردر. طيب بعد كده افتكر المينتال ستيت الانترفيو بتاعه، وافتكر ان البنت دي عيطت مرتين اتنين، فهل ده ممكن يكون فيه ديبريشن؟ برضو ده حاجه يعني حطها في الكونسيدريشن يعني. طيب اخر حاجه بقى، واللي هو بيقول ان هي بتقع من هنا وبننساها، ان هم بيحكوا مشاكل حياتيه عاديه، وزي ما صاحبتها اكدت ان هي بتبقى كويسه جدا لحد ما بيبقى فيه بريديسبوزنج فاكتور او ايفنت معين بتبتدي الانكزايتي تطلع، فليه ده ما يكونش بروبلم اوف ليفنج من الاخر ادجستمنت يعني. طيب بعد كل ده بقى هو حط بقى ديفرنشال دايجنوزس ليست دي طبعا غير مرتبه، دي ده قبل ما ساره تخش، دي الطريقه البلدي، انا اسف لكل المرورات اللي بتحضر بتشتغل كده، اللي كل اللي عنده كلمه يرميها، كل اللي عنده كلمه يقولها، كل اللي عنده تشخيص يقوله، فهو حطها لك اهو. لكن مستحيل حد يشتغل كده، مستحيل دي تتحول لوركينج ده، مستحيل حد يعرف يشتغل عليها. اتفضلي يا ساره. تمام، ده ديفرنشال دايجنوزس ليست هنقراها سوا، ادجستمنت ديس اوردر ويز انكزايتي سيمتومز اللي هي بروبلم اوف ليفنج، مشاكل حياتيه عاديه، او انكزايتي ديس اوردر ديو تو ميديكال افويدنت بيرسوناليتي ام دي دي او سي دي بانيك سوماتيك سيمتوم سب ستاند. ها لو هنرتب سوا نرتب ايه؟ اول حاجه ايه نرتبها سوا؟ تمام حلو خالص ماشي، احنا قلنا ده اول يعني حاجة. مين في دول تاخده تشتغل عليه دلوقتي؟ مين في دول تاخده كده تروح لقطه من الليسته دي وركينج تشتغل عليه دلوقتي النهارده؟ صابس طبعا طبعا، لان البنت دي ممكن تكون محتاجه تدخل مكان ديتوكس، وكل ده ملوش لازمه، دي لو هي محتاجه ديتوكس تتاخد تقعد في مكان اسبوع اسبوعين ويتعمل لها تاهيل وفي المكان ده تتفحص بقى ويتعرف ايه الكلام. لكن انت مثلا لو قلت اللي هي بانيك، انت بوظت الدنيا، لان انت لو قلت البنت دي بانيك واديتها زانكس دلوقتي، اما انت دكتور لقطه صحيح تاخد الزانكس وتصرف وتشتغل. تمام طيب ده اول حاجه في الهيراركي، اخر حاجه ايه؟ ايه اللي تحت خالص؟ بيرسوناليتي. اللي هي زي ما قال دكتور خالد، افرض البنت دي طلعت افويدا بيرسوناليتي وهو اللي اهلها ودخلها في كل ده، انت هتفهم ده بعد 4-5 شهور من متابعتك للبنت دي، وتروح ماسك ده شغال عليه بقى. يعني بعد ما تكون
قطعت الأكيوت كير وانت في بوست أكيوت كير، يعني بعد ما خلصت المشكلة وهي معك في عيادة، هتبتدي بقى تحط برنامج للبرسوناليتي ده ومع المعالجين وكده. تمام؟ تمام. ايه تاني؟ ايه تاني تحت مع البرسوناليتي هنحطه؟ سوماتيك. ماشي. ايه تاني؟ سوماتيك. لو حد عنده مشاكل في حياته مش في ايدي احلها، دي حاجه ربنا معاها بقى. لا ممكن عايزه سكيلز، عايزه مثلا كوتشنج، يعني ما هنا وظيفه الدكتور برضك يشاور على توجيه الرعايه فين. فكونك اللي انت اول ما جاتك رحت خبطتها السبراليكس، انت ضيعت عليها فرصه اللي هي تحد يساعدها. لان انا مثلا افترض انا معالج نفسي محترم ومش بهبد، ولقيت الدكتوره ساره كتبت العينه دي سبراليكس، انا مش هتدخل دلوقتي، انا مش هتدخل. انا كمعالج نفسي هقول انا استنى لما الدواء يشتغل، استنى لما الدكتوره ساره تخرج شغلها، في حين اللي هي المريضه ما كانتش محتاجه الدواء اصلا. تمام. ايه بقى اللي في النص هحطه؟ الحاجات الباقيه بقى MDD OCD panic generalized anxiety disorder وهكذا. طبعا دول مهمين جدا جدا ومهمين. او PTSD اللي قالته ساره من شويه، لو انت مثلا عندك شك ان البنت تعرضت لتروما وانت عايز تفحر في الموضوع ده قدام شويه لما تبني علاقه علاجيه معاها، فهتحط في ذهنك اللي انا هنكش على التروم قدام شويه. طيب بعد كده بننتقل لحاجه تانية اللي هو التعامل برضو مع المعلومات المتناقضه، dealing with contradictory information. مين هنا اشتغل في الرجال معظمنا؟ مين اشتغل في 8 شرق؟ مين راح 8 شرق؟ مين راح 8 شرق؟ اتفرجوا بقى كل اللي جاي ده بتاع 8 شرق. مين حضر مرورات دكتور محمد الطويل؟ الله يرحمه، الله يرحمه. علي يعني طبعا يعني فاكرين كنا نجيب له الدايجنوزس سكيزوفرينيا بايبولر محترم جدا. لا مش الكلام ده يعني. طيب هو عشان الناس اللي بتسمعنا مش عارفه 8 شارع ده القسم يعني اللي بيتقيم فيه اللي متحولين من الشرطه، يعني التقييم عشان يبقوا عايزين يخرجوا من الخدمه يعني. لا مش هنقدر نقول اكتر من كده. اوكي. طيب هو بيقول انه احيانا واحنا بنسمع الهيستوري بيبقى واضح جدا ان في تناقض في المعلومات، والتناقض ده مش بيعدي على الكلينيشنز اللي عندهم خبره بالسنين. ممكن احنا نقع طبعا في الامر ده، لكن هم بيحسوا ان في مشكله وغالبا مش يعني بيراجعوا بيريفايز السيمتومز او الكومبلين بتاع البيشنت وغالبا بيوصلوا للدياجنوزس الصح، وده بيكون يعني بالفتره طبعا ده بناء على خبرتهم. وهنا هو بيرسي قاعدة حلوة بيقول ان هي it isn't a matter of specialist but of practice. فمش عشان يعني مش عشان هو كشخص، لكن عشان الخبرة. ودي حاجة طبعا هنستخدمها في ناس بقى. وانا اسف يعني وظيفتها تعقد الناس، اللي هو لما تقعد معاه يقول له لا اصلا حاسس كده، انا شايف كده دايما يعني. وده الكلام موجه للناس السينيورز اللي بيسمعوني سواء هنا ولا اونلاين. لما تكون انت حد سينيور وخبره ومعاك حد صغير بيتعلم، ادي له طريقه يمشي عليها، ادي له طريقه، ادي له مبدا. مش عايز اقول اصل انا شايف كده، اصل انا حاسس كده، اصل انا خبرتي كده. ما ينفعش الكلام ده، لان هو لو خبرتك والكلام ده روح انشره وحطه في معلومه الناس تتبعها. تمام. الحقيقة دي نقطة يعني فعلا مهمة والواحد استفاد بيها، عشان احيانا الواحد فعلا بيندمج مع اللي هو البرايمسي افكت، اللي هو شكلها هتطلع كده او غالبا الدايجنوز. هي البنت دي بوردر لاين. هي البنت دي بوردر لاين. بوردر لاين. بوردر لاين. ايوه. فلا هو الموضوع عبارة عن براكتس يعني. طيب عشان كده هو زي ما قلنا بيقول البرنسبل ده watch for contradictory information such as affect that doesn't fit with the content of thoughts or symptoms that don't match the usual history of disorder. اللي هو الـ inappropriate affect. بس واحد اللي هو هتلاقي واحد في 8 شرق داخل عليك انا بسمع اصواته دكتور بيقول لي موت نفسك وانا عايز عارف اللي هو داخل حافظ الكتاب تك 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 تمام بقى اكتب التقرير عشان امشي بقى. فاكره بيقول كده انا بسمع اصواته وبسمع صوت بيقول لي موت نفسك واضرب امك ومش عارف ايه يا عم فيها. inappropriate affect اللي هو الافكت الحاله الوجدانيه بتاعته غير متوافقه مع اللي انت بتحكيه. فيش حد يقول انا عايز اموت نفسي واسمع صوت بيتكلم كده، يبقى خايف مرعوب بيستغرب يقول لك هو في كده كلام كده. طيب خلونا بقى نركز في القصه دي عشان برضو هنسال بعض فيها. هو بيحكي عن شخص اسمه توني عنده 45 سنه، والراجل ده جاي بهيستوري اوف سيفير ديبريشن، وان يبدو اكبر ب 10 سنين من سنه الحقيقي، كانه راجل عجوز يعني من كتر الحزن والاكتئاب. وده كانه بيفحص الابيرنس، واحنا احد الحاجات في الابيرنس اللي هو الشكل ان شكله اكبر من سنه، اللي هو بنقول الابيرنت ايج اكبر من الكرونولوجيكال ايج.
دي علامه بتتشاف في امراض كتير زي السكيزوفرينيا وزي الدبريشن وزي السابستنس، بتتشاف في امراض كتير نتيجه اهماله لصحته وتغذيته فبيبان شكله اكبر من سنه. والراجل يعني بيقول اعراض الدبريشن اللي عنده ان هو ديكريز الابيتايت، نو سليب، عنده سوسايدال ثوتس او حتى يت اتمتس، وبيحكي عن اتمتس منهم ان هو مره راح بالعربيه بتاعته في منطقه نائيه كده وحاول ان هو يولع في نفسه، يعني يعمل الـ يعني يوصل البنزين بتاع العربيه بحاجه ويشغل العربيه. طبعا ما فهمتهاش تكنيكال، بس المهم ان هو عايز يحرق نفسه يعني. ماشي، طب دي حاجه سيريوس ولا لا؟ السيريوس فيه اللي هو كان لوحده، ده السيريوس كان لوحده كان بعيد عن الناس، مش مثلا قدام بيته عشان حاجه هيستريونيك ولا قدام باب الشغل ولا قدام باب مستشفى، لا ده راح في حته فيري سيريوس. تمام، بس الامر ما اكتملش عشان الجاز تانك ده يعني بعيد عن المكان اللي المفروض يحطه فيه، وبعدين هو فقد الوعي، دي احد المرات. بعد كده وده مؤخرا هو حاول يطلق الرصاص على نفسه بس زمايله جم انقذوه فللاسف ما انتحرش يعني. طيب الموضوع ده طبعا خلاه يتحجز في مستشفى وطبعا اتعالج بانتي ديبريسنت، وبيقول ان البروزايك اكتر حاجه اتحسن عليها. وهو في المستشفى طلب ان هو يقدم على هاوسنج اسيستنت، يعني زي مساعده للسكن يعني او دعم اجتماعي زي برامج الدعم الاجتماعي يعني. بالظبط، وده قوبل بالرفض من الجهه المنوط بها الامر ده، فبالتالي هو طلب ان هو يخرج بعد الموضوع ده باربع ايام. وبيحكي ان هو بعدها لقى نفسه مره واحده يعني في مكان بعيد عن المكان اللي هو كان فيه ب 200 ميت، وهو مش فاكر اي حاجه، مش عارف ده حصل ازاي وامتى، مش فاكر اي معلومات عنه غير انه فاكر اسمه، رغم انه حكى طبعا التفاصيل ان هو لقى نفسه في المكان الفلاني وكان فيه كذا وكذا. العرض ده ليه اسم حد يعرفه؟ فيوكا، اللي هو الشرود. والشرود برضك زي اعراض ديفرنشال دايجنوز، عادي يكون ديسوشياتيف هيستيريكال، ممكن يكون حاجه اورجانيك. طيب جنب اكتئابه بقى ادانا هيستوري الحاجات تانية زي ايه، ان هو لسنين طويلة كان بيسمع اصوات، وان الاصوات دي كانت يعني بتسخر منه او بتضحك عليه، منها صوت والدته وهو عارف يميز صوت والدته كويس او صوت اخوه الميت، وكان في صوت غريب هو اطلق عليه اسم كاثي، يعني هو اطلق على الصوت ده كده، وكان لما الصوت ده بيناديه هو كان بيلتفت ليه، يعني كان بيركز مع الصوت ده، في اي مره يسمع الصوت ده يلتفت ليه ويركز معاه. طيب وبيقول ان هو كان بيسمع اصوات تانية لمده طويله، كمان بيحكي ان هو كان بيشوف هلاوس بصريه لناس صغيرين طولهم 12 انش بيمشوا على الحيطه، وده كان لمده طويله. كمان بيقول ان هو بيشوف مامته فيجوال هالوسينيشن متمثله في امه، والصور دي حقيقيه جدا لدرجه ان هو بيقول انا بلمس ماما، يعني انا شايف نفسي بلمس والدتي يعني. طيب ده الهيستوري اللي هو قاله. طيب بالانترفيو بقى ان الراجل ده المود بتاعه كان يبدو ان هو لطيف ومرتاح ولا ينم عن الكونتنت اللي هو بيحكي فيه والمقاسي دي. اتكلم كمان عن قصه زواجه، هو حاول يتجوز واحده ويامن لها سكن وحصول على جنسيه، لكن الست دي هو بيقول ان هي يعني خانته وطردته بره الشقه، وهو فعلا استسلم للامر ده وخرج بره الشقه وساب لها كل الممتلكات ومشي. كمان اتكلم عن طفولته انها كانت طفوله صعبه جدا، وان هي ان هو دايما هي واز اولويز ديبرست، كان دايما مكتئب ولوحده، وكان بيلعب مع العاب تخيليه، وكان رجله مكسوره واتعملت كان فيها مشكله واتصلحت بجبيره، وكان دايما يعني بيهز برجله كده في الحيطه. هو بيحكي عن طفولته بالمأساوية دي وبيقول انها كانت كلها طفوله مأساوية. يلا تفسيرنا بقى، هل انتوا شايفين ان في جابز اصلا في القصه ولا لا؟ ايه رايك في القصه دي؟ حاولوا فكروا، لا الناس اللي ما قريتش ايه رايكم؟ ماشي، ابتدوا شاركوا يعني، احنا برضك هنا بنتعلم مهاره. عشان انت رحت 8 شرق فانت عارف الحاجات دي. ايوه اه، ايه تاني تفتكر؟ حتى بس المورفين بس شويه اللي هو حكى السوسايد بتاع سايس، يعني الناس اللي هم بيبقى لينجر شويه لما بيجي يحكي السوسايد بيقول مثلا ايه ده لحقوني بسرعه يعني، لكن هنا قال لوحده
فدي حتة خطيرة. اه المحاولة الأولى تقصد لما راح منطقة نقل، صح تمام. ايه تاني؟ ايه تاني؟ هو انا منها ازاي يعني ما قالش ايه اللي خلى قال ان هو باي لك يعني. هو كان انا بصراحه مش يعني مش 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 عارفه اتخيلها تكنيكال يعني، بس هو هي مش مفهومه يعني. هاي مش مفهومه. لا حاولش تاني. صح الاولانيه صح كلامك صح. اه المحاوله الثانيه هو مش انا سريعا ودي مهمه لحد ولا خالد اللي انت دايما تسال الناس على الديتيلز بتاعه السوسايد، زي السؤال اللي قالته الدكتوره اللي طب انت فقت ازاي ويعني روحت ازاي، طب تاني يوم ولا يعني عديت ازاي، ماشي انت اغمى عليك رحت فين بعد كده، ركبت ايه. انا نسيت اقول لكم انه ان الدكتور لما ساله بتشرب الكحول ولا لا نفاه تماما تماما يعني. طيب تعالوا كده نبص للجيبس. انا حاولت اشرح القصه بطريقه نيوترال، حاولت يعني عشان احنا فعلا بنتحط في السيناريو ده. العيان بيحكي ويعني بيوصلني منه ان هو متاثر بالقصه، فانا بحاول اكون متاثره انا كمان، فممكن الامر يختلط عليا. فاحنا حاولنا نشرحها بطريقه ايه بدون ما نبين الحاجات اللي احنا شاكين فيها، عشان فعلا احنا بنقابل ده. تعالوا بقى بالراحه كده لما نجمع كل المعلومات دي. اول حاجه ريكيرنت انسكسسفل سوسايد، يعني سبحان الله عمرها ما صابت ولا مره يعني، ده انت محظوظ جدا يعني في ايه. طيب الحاجه الثانيه قصه زواجه، ان الراجل يعني كان مسالم جدا وساب السكن لمراته وخرج معاها وعيني طردتني يعني. يعني طيب قوي يعني مش معقول طبعا. وهو اصلا هوملس دلوقتي. طيب الحاجه الثانيه الفيجوال هالوسينيشن اللي هو بيدعيها عن المذر، فيفيد جدا يعني الراجل بيقول انا هلمسها. طبعا الفيجوال هالوسينيشن مش بتكون، والفيفيد هالوسينيشن جزء فيها الفرايتنينج اللي لازم الشخص يكون مرعوب منها يعني. بيبقى مرعوب منها. تمام. الحاجه كمان اللي هي ليلبيوتيان هالوسينيشن، عارفين ليلبيوتيان دي بتحصل في الويدرول بتاع اللي هي سالي وبلاد العجائب الاقزام الصغيرين. بالظبط ليلبيوتيان هم اللي كان الاقزام اللي في الكرتون ده. فكتير من الكحول او حتى كتير من السبستانس دلوقتي الجديده بيحسوا الاحساس ده اللي فيه اقزام او عيال صغيره بتجري عليه او كده، دي اسمها ليلبيوتيان فيجوال هالوسينيشن. دي ثغره بقى مهمه هو طبعا مش عارف عشان هو مش دكتور يعني. هي يعني هي دي ممكن معلومه صادقه هو قالها، بس قال ما بشربش الكحول، واحنا عارفين ان دي ديلوريوم ترمنز الوذرول اوف الكحول او سبستانس كتير يعني. ليلبيوتيان دي علامه من علامات الوذرول يعني من علامات الانسحاب من ماده. تمام. نيمينج ذا فويس ان هو سمى الصوت اللي بيسمعه ده كاثي، يعني ايه الود ده يعني. ناس غالبا بتبقى افرد من الصوت هيبقى خايفه منه، لكن هو بيحبه وبيلتفت له. او لو الهلوسينيشن بدري يبتدي المريض يستغرب ويقعد يسالك هو في كده يا دكتور، هو ده بيحصل طب ويعني دي معناه يعني. لو قابلت مريض بدري شويه في الهلوسينيشن هيسالك يقول لك هو ده معناه ايه، هو لسه مش فاهم. لا ده الراجل فهم وليها اسم كمان. الحاجه كمان الفيوج، هو مش معنى الفيوج هو ناسي كل حاجه وفاكر اسمه، شيء غريب. او عفوا هو قال ديتيلز كتيره ولا افتكر اسمه بس قال يعني نسي حاجات ثانيه. الفيوج مش بيبقى بالشكل ده، مش بيبقى ظبطي، مش اللي هو على مزاجك تقوله اللي مش على مزاجك. حاجه كمان طبعا ان هو طالب بالهاوسنج اسيستنت، الراجل يعني دي اول حاجه جين يعني مقدم في اللي هو وزاره التضامن الاجتماعي او الدعم الاجتماعي يدوني سكن. تمام. طيب فيعني من خلال القصه واضح ان هو حابب يعيش في السيك رول عشان جين معين، حتى لو احنا مش عارفينه، بس يكفي ان احنا حتى نوصل للقطة دي. وده هيقودنا بقى ليه تشايلد هود اند انترفيو، ماشي قلنا ده ليه. قصة المالينجرين اللي هو الادعاء، التمارد او الادعاء. الكاتب هنا بيقول ان هو بيكره جدا الوقت اللي بيطلب منه انه يشخص المالينجرين، ودي بتكون مهمة شقة جدا، ولولا احساسه بالمسؤولية وان ده واجب اخلاقي ومهني كان يعني يهرب من اللقطة دي. اوفيشالي المالينجرين مش مرض نفسي، وحتى في الكودز بتاعه الاي سي دي، سواء الاي سي دي 10 او الاي سي دي 11، هو بره الفصل بتاع الطب النفسي. هو حاجه في اخر كتاب الثلاث السلوكيات المشابهه للمرض او السلوكيات المستهينه بالمجتمع، ده عباره عن سلوك انتي سوشيال او سايكوباث. يعني المالينجرنج ده عباره عن سايكوباث. فلذلك انا انصح حتى كل زمايل الدكاتره ما حدش يكتب الكلمه دي في ملف، يعني اوفيشالي ما تكتبهاش ولا تشخصها. انت اخرك تقول المريض ما عندوش حاجه بس، يعني لو عايز تتكلم بطريقه اوفيشال قول نو اكتف منتال إلنس بس، فيش عندي مرض نفسي. نو اكتف منتال إلنس بس، فيش اي مرض نفسي نشط، فيش علامات. لان مالينجرنج دي كلمة مش بروفيشنال وممكن تستخدم ضدك، لان انت معناه بتشتم المريض، بتقول له هو مدعي او متمارد. وحتى ميديكو ليجالي لا قدر طلع في حاجة بعد كده هتبقى انت ملام. لكن لو انت قلت لا يوجد مرض نفسي نشط الان وبعد كده في مرض تاني نشط بعد كده، فانت سليم. انت بتقول دلوقتي مفيش مرض نفسي نشط. فمالينجرنج دي ما حدش استخدم الكلمه دي في الدوكيومنتيشن.
كلنا انا عارف بنستخدمها وبنقولها، وده يمكن السبب اللي هو بيقول هو نفسه ما بيحبش يكتب الكلمه دي. هو بيقول فعلا ان ممكن نكتب مثلا التوصيل مثلا لبعد كده عشان الدكتور اللي بعدي هيتابع يشوف الحاله، المريض يدعي المرض مثلا بس ما كتبش كلام مش مريض. بص لو انت بالدوكيومنت مظبوط انت الكلام ده تقدر تقوله في الجزء بتاع الاسسمنت اللي انت بتقول مثلا in your assessment patient مثلا is manipulative patient مثلا gives contradictory finding، يعني انت في الاسسمنت بتاعك يعني انت في الجزء اللي مش بلاش استخدم الكلمات دي، الكلمات دي يعني ممكن تستخدم ضدك بعد كده. انت عندك في الدوكيومنتيشن في جزء سبجكتيف هتاخده زي ما هو، في جزء اوبجكتيف اللي هو المينتال ستيت هتقول زي ما انت شايف، وفي الاسسمنت تقول كده. في الاسسمنت هتقول ان في كونتراديكشن في المعلومات دي بسبب كذا وكذا، يعني حاول انت من الاخر هتشرح المالينجرينج بس هتشرحها بطريقه علميه، ما تستخدمش الكلمات دي، ما تستخدمش كلمه مالينجرينج او فيك. هتقول مثلا بيشن مثلا از مانيبيوليتيف مثلا during the interview for the sake مثلا of مثلا social fund، ده manipulation دي finding انت شايفها. فانت حاول الدكتور دايما في ال او المعالج في الكلام بتاعكم بروفيشنال، انت كده بتشتم المريض، وفي حتت منها مصر يقدر ياخد الكلام ده يشتكيك بيه. احنا في 8 شرق طلع حد من عندنا راح المجلس واشتكى في المجلس، والمجلس اداله يعني الصلاحيه ياخد نسخه من الملف كله، خد نسخه من الملف كله، فعلاقي محمود كتب اللي هو فيك دي روحي قاضيك بيها، يقول لك انت تقول عليها فيك ليه، انا كذاب وانا كذاب. ده جيمس موريسون في كتاب تاني لو انت قريت كتبه بيحكي على عيان راح اشتكى الدكتور عشان كتب inappropriate affect، وinappropriate في اللهجة الانجليزية العادية معناه قليل أدب، معناه قليل أدب، وطبعا هي الكلمة في اللهجة الطبية معناها اللي هو disconcordance between the affect and the thought. فانت بتخيل الموضوع بيوصل ليه؟ احنا هنا هو حد خد نسخة من الكلام اللي انت كتبه، فانت لازم كلامك طول الوقت يا محمود يبقى very professional. كانت مالينجرينج دي ما هي تشخيص برضه؟ لا انا بدات الكلام ايه، ما انا بدا انا اول جمله قلتها مفيش تشخيص اسمه مالينجرينج، يعني انا اول جمله قلتها في كلامي انت ما عندكش ليها كود، يعني انت لو في مكان في جوده تكتبها ازاي؟ انت في الدي اس ام في حاجه اسمها مالينجرينج؟ في الاي سي دي في حاجه اسمها مالينجرينج؟ ما هو ده اللي انا بقوله، وانت يعني انا بدات الكلام اللي انت ما عندكش تشخيص كده. في تشخيصات في اخر الكتاب في الاي سي دي لو انت بتكود في حته فيها جوده تقول اللي في مرض مشابه للمرض، او تقول اللي عنده سلوك مستهين بالمجتمع، واخد بالك؟ فانت ما ينفعش تستخدم دي لان ده مش تشخيص، واخد؟ انت بتشتم العيان وبتتهمه اللي هو مدعي، وهو ممكن ياخد الكلام ده يشتكيك بيه، لان هو فعلا لو مالينجرينج هيعمل كده، هيقول لك ده دكتور لقطه، بص كاتب ايه، هاتوا بقى وروح اشتكي ده انا تعبان. وطبعا سهل يروح عامل حاجه، يروح مثلا بلع انسولين ويجي له سيجر ويخش في قسم نيورو ويبقى في ستيتوس ويجي متعور، ودكاتره النيورو عنده سيجر ومحمود الوحيد اللي ما عرفش اللي هو ما عندوش سيجر. ما انت هتشوف الناس دي بتعرف تعمل حاجات كتير، ما فيش تشخيص اسمه مالينجر. تمام. آه هو بيقول ان يعني صعب عليه تشخيص المالينجرنج ده، من ضمن الاسباب ان هو خلاص بقى ليبل كده للشخص، وان خلاص انا لو اتعاملت معاه كمالينجر اللي هو مانيبيوليتيف او كرونيك لاير او كده، فخلاص انا مش هقدر اتقبله بعد كده بدور ان فعلا عيان ممكن يصيبه اي حاجه تانية. ده سبب. السبب الثاني زي ما الدكتور قال كده، ممكن حفاظا على ما وجه العيان او حتى حفاظا عليا انا كدكتور من المقاضاه فيما بعد. فهو بيقول انه لو اتحط في موقف زي ده وخلاص اتاكد من جراوند قويه جدا ان العيان ده مالينجرينج، هو بيكتب ايه بقى في الفايل؟ هيستوري مثلا اوف كذا سيمتوم ووز فابريكيتد، هيستوري مثلا اوف يو ووز فابريكيتد، بس ده في الاسسمنت بتاعه، لان من حق الدكتور في كل العالم في الجزء بتاع الاسسمنت اللي انا بعلمه لكم اللي انت تقول رايك، يعني من حقك تقول رايك، بس في التشخيص مش هتكتب ده. يعني انا ممكن هتقول مثلا in the impression of the interviewer now patient مثلا is fabricating مثلا auditory hallucination patient is manipulative، ده من حقك بس ده يبقى رايك انت. لكن لما تيجي في التشخيص لازم تكتب كلام official اللي هو في الجزء الاخير في الاسسمنت. احنا بنعلم الناس الدوكيومنتيشن ازاي، فهنا عشان ما تخلطش الدوكيومنتيشن بالمنتال ستيت، المنتال ستيت انت هتقول اللي انت شايفه بس، ماشي؟ لا، لان في اني حته هي تبقى فين في اني حته
هتقول ان كوبراتيف، لكن بعد كده الاسسمنت بتاعك للان كوبراتيف ده مانيبيليشن. مفيش ايفيزيف مثلا، ايفيزيف ايفيزيف دي في السبيتش انسر، هتبقى انسر. ممكن تقولي ايفيزيف انسرز ممكن، بس انت في الامبريشن لازم الدكتور يفسر المينتال ستيت في الاخر. مفيش حته في المينتال ستيت فيها مانيبيليشن. اتفضل. ينفع اكتب حته ان كوبراتيف او مثلا حته مانيبيليتيف بوصح مثلا ان انا سالته على حاجه ومثلا كان مكتوب مثلا ان هو دخل المستشفى قبل كده بس هو انكر كل ده، ان هو قال قبل كده مثلا مع الدكتور قبل حاجه وبعد كده هو انكر ده، ده هتقوله في الاسسمنت. بص الاسسمنت اي حاجه انت عايز تقول فيها رايك. المينتال ستيت لازم يكون ريبروديوسابل، يعني اللي انت شفته انا اشوفه. يعني انت لو شفت اللي هو انكوبراتيف، انا لو قاعد جنبك اشوف كمان اللي هو انكوبراتيف، بس انت فسرت الانكوبراتيف بيفير ده بطريقه وانا فسرته بطريقه. تمام. فهي النقطه اللي اتعلمتها هنا ان احنا ممكن نليبل البيهافير نوت ذا بيرسون، ان السيمبتوم صحيح هو فابريكيتد مش البيرسون. وزي ما معلمكم دايما في الدوكيومنتيشن، خد بالك انت في لحظه الكلام اللي انت كاتبه ده طوب الارض هيقراه. انت الكلمه اللي تكتبها في الملف دي ملك اي حد، ملك المدير الوحدة ومدير المستشفى والمدير الطبي والنائب الإداري والأمين العام ووزير الصحة ووكيل النيابة وأي محامي والمجلس، أي حد هيحصل مشكلة وليه عناية بالموضوع هياخد نسخة من الملف ده. فأنت لازم تبقى عارف أنت بتكتب إيه، لأن أنت أول ما تكتب في ميديكال ريكورد ما بقاش ملكك. في أماكن في العالم أول ما بتكتب الكلام ده بيتعمل له سكان أو بيحصل عليه لوك، أو لو أنت في مكان بيشغال بإي اتش آر اللي هو إلكترونيك هيلث سيستم مش هتعرف تقدت عليه، لانه بيتاخد ببصمه من الوقت اللي انت كتبت يوم كذا الساعه كذا ونو اديتنج انتهى. احنا شفنا ناس بتقعد تقطع في صفحات في ملفات وحاجات كده في اماكن ويبقى سايب اماكن حاجات. شفنا ما هو زي ما في مرضى مانيبيوليتيف في دكاتره مانيبيوليتيف. شوف انا شفت الكلام ده، ويبقى ماشي بقلمين وسايب حته فاضيه في النوته بتاعته عشان يعرف يزود بعد كده. ففي اماكن بتعرف تعالج المانيبيوليشن بتاع الدكاتره، ان هو ياخد صوره سكان من الملف يوم بيوم، الموظف يجي يسحب سكان يوم بيوم ويختم اللي هو عمل سكان. وفي اماكن ما بتسمحلكش اديتنج على النوته بتاعت امبارح، فانت لازم تكون عارف بتكتب ايه. ولذلك هي نقطه ضعف كل الدكاتره الميديكال دوكيومنتيشن، اللي هو ما بيعرفش يداون كويس. يعني كلمه مثلا لو واحد راح كتب كلمه بالينجرينج دي في قصص 8 شهر، دي لقطه، ده انا اخدها اعمل بيها حوار. انت بتشتمني، انا جاي عن طريق مستشفى محترمه، مستشفى الشرطة بعتاني وفي دكاترة استشاريين وظباط هم اللي بعتوني، وانت تقول عليا كذاب. هم مش بيشوف الملفات، من حقه ياخده. انا مش لسه قايل لك القصة، الراجل راح اشتكى في المجلس ادوله امر خد نسخة من الملف. انا لسه قايلها، خد نسخة كاملة من الملف، نسخة كاملة، نسخ الملف كله، يروح بقى يفصفصه براحته مع اي محامي مع اي دكتور تاني ويطلعه منه للمصلحة. هو بيقول ان فعلا الموضوع صعب لانه very difficult to prove، ومستخدم لفظ very terribly hard. terribly hard يعني بطريقه مرعبه برضه. ارجع واقول لكم تاني يا جماعه، نقطه ضعف اغلب الدكاتره المصريين هي الميديكال دوكيومنتيشن فعلا، ولما بيسافروا بره ده واضح جدا، ما بيعرفوش يكتبوا في الملفات، او بيكتبوا كلام مش بروفيشنال، او بيكتب احاسيس، او بيكتب كلام متلخبط، يدخل المينتال ستيت في البلان، يدخل البلان في الاسسمنت، يجيب كلام العيان في وسط البلان. فلا، لازم الدوكيومنتيشن يمشي بطريقه واضحه. وانا اتكلمت في الحاجات دي، عندي حاجات متسجله، والناس اللي بتدربوا معايا بندربهم ازاي يعملوا جود ميديكال دوكيومنتيشن. بيضرب مثال بقصتين. اول قصه جايه من اسرائيل، بحث اتعمل سنه 1996. في 24 شخص في اسرائيل اتشخصوا بان هم مالينجرز، وباعاده التقييم ري اسسمنت ثاني طلعوا لا، طلع كتير منهم فعلا عندهم سيريسلي سايكوباثولوجي او سيريسلي. شوفي بقى يا ساره، لو وقفنا هنا، لو انا كنت ساعتها قلت نو اكتيف مينتال سيمتوم محدش لي عندي حاجه، لان بتيجي ساره، لو جت ساره بعد كده راح تشخصته كذا، انا بقى ما عرفتش اشخص، ما كانش عندي حاجه، ما كانش قدامي المعلومات. لكن انا قلت عليه اللي هو كذاب يا كافر منعتني من الرعايه الصحيه. هي على قد يا كافر منعتني من الرعايه الصحيه، ولا هيقاضيني اصلا؟ هيقاضيك بس كان عملها معانا واحد في 8 شهر. وبعدين ده احنا ثلاثه استشاريين، انا اصغر واحد فيهم، يعني انا اصغر واحد فيهم، يعني منهم واحد انا لما دخلت العباسيه كان هو استشاري،
والتاني المدير الطبي بتاع المستشفى، وانا التالت، يعني انا اصغر واحد فيهم، وراح اشتكينا احنا التالت. فانتوا متخيل الموضوع بيوصل ليه؟ بعدين بقى احنا بنتسجل دلوقتي يا دكتور طيب ان معظم الناس دول من ال 24 طلع عندهم فعلا سايكوزس منتال ريتارديشن مود ديس اوردرز، وبيقول ان 3 بس من اصل ال 24 كانوا فت ان هم يروحوا للميليتري سيرفيس، لكن بقيه ال 24 كانوا انفت. ده في 96 ما اعرفش في 2023 يعني هيطلع كام، بس ربنا كريم ان شاء الله. فاكرين فاكرين حد عارف الخبر ده؟ دي حاجه فاني كده يعني نفس بيها شويه، وطبعا دي ممكن يكون سبستنس. لا احنا عايزين الديفرنشال دياجنوزس بقى. انت انيشيال انسومنيا ولا ريم ولا ايه دي؟ صح صح. مش شايفين كان جندي من لواء المظليين العائدين من غزه اطلق النار اثر استيقاظه من كابوس واصاب رفاقه. حادثه الجندي حولت للتحقيق بوزاره الدفاع وتقرر عدم التحقيق معه نظرا لوضعه الصحي. الراجل فاق من كابوس واطلق النار على اصحابه. ايه الاحتمالات يعني؟ لا ده احنا محتاجين ديفرنشال. قبل الباراسومنيا في حاجات اهم. سبستنس طبعا اشهر حاجه تعمل كده السبستنس. طبعا في سبستنس كتير في الويذرول بتاع في ريم بيهيفير سورت. تمام. ايه ده ريم بيهيفير سورت؟ اه ريم بيهيفير سورت بس بسبب سبستنس، لان الريم بيهيفير بيحصل سكندري للسبستنس. الريم ان هو ياخد اكشن يعني لما يفوق منه ده اصلا. طب ما هو هو ده الرير يعني. لا مش رير، هو الريم بيهيفير مش رير. الريم بيهيفير مش رير، لا مش مرض رير، هو مرض في الاولد ايج كومون يعني شاف كتير. مش ممكن يكون مانيبيتنج عشان يطلع من السيرفر. ادي احتمال مثلا. ادي احتمال. ما احنا بنشوف الاحتمالات. ايه تاني؟ ايه تاني؟ ممكن ديبريشن يا دكتور. ممكن بي تي اس دي. بي تي اس دي وطبعا ده بيحصل كتير في الجنود، اللي هو قام من النوم افتكر العدو بيهجم عليه. انا شفت ده كتير عشان انا كنت شغال طبعا في مكان عسكري في السعوديه، اللي هو يفتكر ان الناس داخله عليه فقام من النوم بسرعه، هو متدرب تدريبه كده اللي يقوم من النوم يمسك السلاح بسرعه ويتعامل، فافتكر هو قام من النوم زمايله دول الناس اللي بتهجم عليه، فده نوع من الفلاش باك. ده احتمال. ايه تاني؟ هو ده ديسوشيشن؟ لا الفلاش باك مش ديسوشيشن، ده زي البي تي اس دي. اه بيحصل لهم كده، واللي هو متدرب كده، هو متدرب يقوم بسرعة يجمع أجزاء السلاح في أقل من 30 ثانية. ممكن، بس هيبقى احتمال إيه؟ أبعد شوية. تمام؟ إيه تاني؟ أنت قلت المالينجرينج طبعا. في احتمالات تانية يا دكتورة سارة؟ هي يعني sleep disorder هو الريم بس؟ ممكن باراسومنيا زي ما قال محمد، بس هو سنه كبير شوية، لازم ساعتها نكون عارفين من الهيستوري اللي هو عنده كده من هو صغير. يعني لو انا هتكلم ميديكوليجالي من هو صغير لازم يكون كده بالتشيلدرن ادوليسنت. صعب الادلت اونست باراسومني، صعب. طيب المثال الثاني اللي هو بيحكيه قصه شهيره قوي في السبعينات، حصلت مع شخص اسمه كينيث بيانكي.